صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر أهل التفسير أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة. أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة وخرج منه خنزير، ومسح ذيل الأسد وخرج منه فئران، فما صحة هذا القول؟ ما أدري، تفسير يذكر فيها الإسرائيليات وهو أعلم صحتها، ما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في القرآن ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نصدقه ولا نكذبه. ما جاء تكريبه في القرآن أو السنة نكذبه، وما جاء تصديقه فيهما نصدقه، وما لم يأتي تصديقه ولا تكذيبه نتوقف فيه. الله أعلم. نعم.